تمكنت مصالح الأمن بمدينة وجدة من إلقاء القبض على المشتبه به في ترويج المخدرات أمام الثانويات بهذه المدينة، وذلك بعد بحث مكثف، كما تم حجز كمية مهمة من الحبوب المهلوسة بحوزته. التفاصيل في الروبورتاج عبد الرحيم بن شيخي ورشيد العتابي. أخيرا تم إلقاء القبض على المشتبه به في ترويج الأقراص المهلوسة خصوصا أمام المؤسسات التعليمية بمدينة وجدة، وحجزت المصالح الأمنية مبالغ مالية مهمة. تحريات مكثفة باشرتها عناصر الشرطة لفترة زمنية حتى تمكنت من ضبط الخيوط المؤدية إلى المشتبه به الأول في ترويج هذه المخدرات. تم الاهتداء المزود الرئيسي للتلاميذ ديال المؤسسة التعليمية، وتم نصب كامل المعني بالأمر، تكلل بإيقافه. المعني بالأمر كانت متن سيارة نوع غولف سيريكات، تم إيقاف المعني بالأمر وبالحوزة ديالو كمية تقدر بحوالي 500 قرص مولويس نوع إكستازي. ومواصلة البحث مع المعني بالأمر في إطار وتحت إشراف النيابة العامة، تم الانتقال لمنزل المعني بالأمر وحجز كمية أخرى من الأقراص المولويسة تقدر بحوالي 425 قرص مولويس، أي ما مجموعه 925 قرص مولويس تم حجزها من المعني بالأمر. كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بحوالي 39,240 درهم حصيلة المبيعات اللي كان كيتاجر فيها المعني بالأمر. كما تم حجز السيارة المستعملة في عملية الترويج، ويذكر أنه خلال شهر أبريل تم حجز 4,000 قرص مهلوس و675 كيلوغرام من الشيرة، إضافة إلى 600 جرام من الكوكايين و14 جرام من الهيروين وكميات مهمة من السجائر المهربة.